ورحمة الله تعالى وبركاته. من القاع المغطاة بالمدينة العليا بالقنيطرة تتواجد معنا كذلك لاعبات فريق النادي القنيطري لكرة السلة اللي كانوا قاب قوسين أو أدنى كذلك من الصعود إلى القسم الوطني الممتاز. شنو ممكن تقول لنا على فريق النادي القنيطري لكرة السلة ذكورا وإناثا؟ السلام عليكم، تنشكركم على هذا الالتفاتة اللي درتو للنادي. مالوغوزمون هادشي كيضر في الخاطر، كيضر في الخاطر بزاف. مدينة اللي هي اقليم القنيطره كتعاني، الفريق يعني كيعاني بهذا الشكل هذا، والناس المسؤولين يعني في سبات عميق. كاينين غير اللعابه كيتخبطوا، اللعابه اللي عام هما كيتقاتلوا مع الفرقه وكيلعبوا وكيضحيوا بالغالي والنفيس بدون مقابل. ما كاين زعما ما كاين حتى شي حاجه اللي ما كتبشر بالخير. وكنتفاجئوا ديغنييرمون بان غياب تام المكتب المسير اللي دابا طالعه في 3 شهور، اللي نسولو نقدر نسول كاع الرئيس نقول له شنو اخر ماتش لعبوا الدراري، ما يعرفش الماتش اللي لعبوا. كان عدم توفر الماء هو الاخر، ما كاينش الماء. يعني كانت واحد المهزله في الماتش الاخراني ديال الدراري، ما كانش فلوس لاربيتراج، ما لقاوش باش يخلصوا لي زومبولونسي، ما لقاوش باش يخلصوا البوليس. يعني فريمون هادشي كيضر في الخاطر بزاف. والغريب في الامر هو ان مدينه بهذا الحجم ما فريق تيعاني بهذه الطريقه، يعني سي مالوغو. ما فهمتش لا مسؤولين الناس المدينه فينا هما. يعني هذا المشكل راه معروف، يعني دابا راه 3 موا ولا 4 موا الفرقه كتعاني. كانت واحد البديره من المجلس اللي كانوا كوتيزاو باش كان واحد لو ديبلاسمون ديال الدراري، يعني داك الشيء كيمشي مينيم مينيم. يعني ما قال حتى باش يشربوا قهوه راه ما كانوش كيلقاو، يعني كياكلوا قلب 30 درهم وكيلعبوا الماتش وكيرجعوا، يعني ظروف مزريه. ولكن زعما اش نقول لك، الله يدير شي تاويل الخير. كنتفاجئوا بان كان واحد الميساج غريب من طرف اللي الادمين ديال الفرقه ديال الكاك. تحيدات التصويره ديال الكاك ديال الدراري ديال الفريق. علاش غتحيد التصويره ديال الفريق بين ليله ونهار؟ علاش؟ حيت تقلقوا، علاش الدراري يهضروا على حقهم؟ راه حنا هذا الوقت ما بقاش ديال سكوت ولا غادي نأدبك، راه كلشي عنده حقوق التعبير. يعني كلشي كيعبر على الحقوق ديالو، كلشي من حقه يهضر. حنا راه 2023، يعني ما بقاش داك القمع. كنتفاجئوا بان الرد بان الاجراءات غيتخذوا اجراءات على اللي كتب واللي هضر، وهذا هادشي مالوغ. وليو باش الواحد ينوضي اتاكي بهذه الطريقه ديال المعيور وهذا المعاطيه، الوغ كو الرجال ما كيتعاطاوش هاد الهضره ديال هاد القضيه ديال المعاطيه وغنتفاهموا على هاد الشيء والاجراءات. يلفو ميو كان الواحد يجي ويسول في الدراري، يعطيهم ان كود بوس. الدراري شنو خاصكم؟ اسمحوا لي مثلا كانوا عندي ظروف، راه غيتسامحوا معاك ماشي مشكل. ولكن باش انت غياب تام وتنوض تبدا تهضر على الخوار خاوي، راه هادشي كيضر في الخاطر. وهادشي كله قبل 4 ايام من لاعب اول مقابله السد لفريق الرجال. وراك شفتي، راه الاجواء راه شويه مشحونه. يعني المجيء ديالكم انتم اللي انتم كتعاونوا، ولا الاذاعه الاخرى اللي جات، راه الواحد عاوتاني راه ما تيرضاش. راه الدراري راه واخا هكاك راه هما تيبغيو فرقتهم وتيديروا المستحيل على فرقتهم، ولكن راه شويه هادشي كيضر في الخاطر لدرجه راه الاجواء راه مشحونه، وراك شفتي كل شيء على عينيك. يعني فوميو الواحد يعطي غير كلمه طيبه احسن ما يبقى يبان حتى لاخر لحظه ويبان باش يبروفوكي. يعني هادشي كيزيد الطينه بله، ماشي تيزيد يقاد الامور. يعني تيزيد هاد الدراري، تيزيد انهم غيزيدوا يهضروا على حقهم وغيزيدوا يطالبوا بحقوقهم، ومرا ما غيسكتوش. بالنسبه لفريق الاناث شو ممكن تقولي لنا؟ فريق كان كله طموح وكله عزم على انه يحقق صعود هذا الموسم، شنو اللي خلى الطموح ما بقاش كيما الاول عند فريق الاناث؟ فريق الاناث طبعا كما قال كوتش سمير، حيت هو الكوتش ديالنا في البنات. العام اللي فات راه كان حتى واحد ما مآمن بينا، كان كلشي كيضحك على الفرقه. الحمد لله، بفضل الله وبفضل لي زونطريمون ديال الكوتش والعزيمه ديال البنات كاملين سون اكسبسيون، الحمد لله حققنا الصعود للقسم الوطني الاول وخدينا الشامبيونا. وهذا العام عاوتاني بدينا لي زونطريمون وداكشي، ولكن مالوغوزمون هذا المكتب كان عنده سبب اننا حنا ما كملناش هذا العام. كانوا دي شوا كيداروا بلا ما يتشاوروا مع المدرب، وهذوك لي شوا ضروا بالفرقه. يعني جابوا عاوتاني، ماشي خلاو بنات البنات اللي تقاتلوا عليها، جاوا برانيات
والبنات ما تقبلوش، لان حيت البنات كنا حنا ديما تنضحيو ما تناخذو حتى شي درهم، كنضحيو على وديت مدينتنا الوغ كو جاو برانيات ولاو كياخذوا الفلوس. شي حاجه اللي ما قبلوهاش البنات، ولا كيقول لك الرئيس انا فلوسي نعطيها لمن بغيتي. لا سيدي، فلوسك سير شوف فين تعطيها، سير صدقها لمن يستحق، لمن يستحق، ماشي تختار واحد الناس اللي البنات اللي ضحاو وكيخلصوا من جيبهم باش طلعوا الفرقه وغيجيو برانيات وغادي يوليو ياخذوا الفلوس. حاجه اللي ما تقبلها حتى شي حد. ولاو شويه المشاكل، كان كوتش كان مشى حيت ما قبلش بهاد لي شوا اللي داروا بلا المشاوره ديالو، جا كوتش واحد اخر ناضوا المشاكل، ما بقى حتى شي كوتش في الفرقه. سي نورمال كلشي غادي ابوندوني، قلنا من الاحسن نوجدوا العام الجاي ان شاء الله ونديروا الكلمه ديالنا العام الجاي ان شاء الله. امال ظروف صعبه تعيشها نادي القنيطري لكره السله ذكورا واناثا، كما قلت بعدها ما كان الطموح ديالكم الصعود الى القسم الوطني الممتاز، كانت مقابله درتو مقابلات في المستوى الكبير، بعد ذلك الفريق ينضحر الى رتب متاخره. شنو ممكن تقول لنا على فريق الكره، على فريق كره السله النسوي للنادي القنيطري؟ السلام عليكم. ما بين الاسباب الرئيسيه اللي كانت على ان هاد البنات هادو يرجعوا باللور وما يكملوش وما يمشيوش الاحلام اللي كانوا كيبنيو وديك الطريق اللي كانوا راسمين انهم يزدوا القدام، كانوا لي كونديسيون صعاب بزاف. ايماجيني معايا بنات غادي يضربوا الطريق غيمشيو حتى لامزورن في نهار واحد، غيديروا الي غوتور، غيمشيو غيلعبوا ماتش، وراك عارف هاد الطريق خصك او موان غير لقيتها فين ترتاح، فين غيمشيو وغادي يضربوا الطريق. جوستومون 3 ديال الصباح غادي يشدوا الطريق غيمشيو غيدخلوا غيلعبوا ماتش، غادي يرجعوا في نفس الوقت غادي ياكلوا غوبا واحد ولا دو غوبا في نهار كامل، بزاف ديال التعب ولي كونديسيون خايبين. دونك فاش رجعنا واخا هكاك ما حبسناش، قلنا غادي نكملوا، غادي كيف ما بدينا في الاول غنتقاتلوا وغنكملوا. ولكن واخا كتشوف ان العزيمه عندك الظروف حتى هما خصهم يساعدوك، حنا كاملين طلبه يعني عاوتاني الامور الماديه عندها دور، ما يمكنش اننا نمشيو مثلا تمشي كتقرا انت النهار كامل وتجي نهار كيدوي شارجي مع القرايه ومع بزاف د الحوايج وتولي الفلوس ما كتكفيكش واش غتمشي تقرا بهم ولا تجي تريني بهم ولا غتمشي بهم تقضي بهم داكشي ديالك. دونك مشاكل ماديه كنا ديما كنطالبوا بها انها تحل، ولكن ما كاينش اللي كيسمع لينا، ما كاينش. حنا كنا كنبغيو غنحسوا بالله راه شي واحد دعم معنوي فوالا، يكون او موان دعم معنوي او موان. راه شوف ماشي مشكل، ماشي مشكل واخا ما يكونش عندك، حنا راه كنتقاتلوا على قبل الفرقه، راه حنا صبرنا على شي حوايج كبار، راه حنا البنات كنا تفارضنا، المهم دوزنا شي حوايج ماشي مشكل، ما تنقولوا ماشي مشكل، ولكن حنايا ملي بغينا نافونسيو القدام خاص نافونسيو وخاص العوين. ما يمكنش حنا كنتقاتلوا في صحتنا، كتضرب كطيح كيمشيو لك لي شوفي كيمشيو لك بزاف ديال الحوايج، ما كاينش اللي كيتسوق لك، ما كاينش اللي كيسول فيك اللي كيقول لك حتى كي بقيتي. كما قلتي غير الامر انك تسول معنويا صافي بليزير وكتشجع انك تزيد تعطي اكثر، الشيء اللي ما كانش موجود. لدرجة انه ممكن ما كيعرفش السميات ديال اللعابه اللي عنده في الطيغة، يعني اهمال هذا كبير. احنا ضحينا واخا هادشي كامل، احنا ضحينا وتقاتلنا على قبل الكاك اولا حيت حنا كنبغيو الكاك وكنموتوا عليه، حنا بنات الفرقه وبنات المدينه. يعني مين كنلبسوا التوني كما قال الكوتش ديالي قبل قليل، مين كنلبسوا التوني راه حنا كنحسوا بواحد المسؤوليه كبيره، لدرجه انا كنت كنتبورش فاش كنشوف جمهور، كتشوف دري صغير كيمشي كيتقاتل كيجمع الفلوس ديال التذكره بالدراهم وكيجيبهم وكيجي كيجري باش ياخذ تيكي باش يتفرج، يعني هذه كتكون مسؤوليه كبيره. فاش كتكون الازمه كنحطوا كلشي سوغ طابل وكنتعاونوا ماشي مشكل، ولكن فاش كتجي كتشوف الناس كيجيبوا البنات دي زيترونجير كيشدوا الملايين وحنا ما عندناش الحق ناخذوا حتى فلوس ترونسبور اقل حاجه، حتى فلوس الماء اقل حاجه، حتى يعني شي حوايج اللي نورمالمون خصهم يكونوا في الفرقه، يعني شي حوايج اساسيين حنا ما كيتوفروش عندنا في الفريق، شي اللي كيضر في الخاطر. باش كنجي انا للفريق ونشوف صاحبتي ولا نشوف راسي نيت جايه للفريق ما عنديش حتى فلوس ترونسبور، هذا حتى هو كيضر في القلب. وكنشوف بنات دازوا من ليكيب ديال الكاك باسكيت وراهم في ليكيب ناسيونال، راهم واصلين
مراتب كبار، دونك كنشوف راسي حتى انا بعيد، ولكن انا حتى انا باغا نزيد القدام مع الفريق ديالي. ما بغيتش زعما علاش هذا الفريق، علاش ما يطلعش ليكسينوش، علاش ما يجيش القدام، علاش ماشي هذا الفريق هو اللي يكون فريق الناس يتخاطفوا باش يجيو ليه، الناس يتقاتلوا باش يجيو ليه، الوغ كان هو فحال هكا. مي حنا بغينا الافونسي والقدام، لي كونديسيون ما كانوش. شنو خص مدينه القنيطره باش تزيد القدام في الرياضات؟ فماشي غير الباسكيت، فحتى كره القدم، كره اليد، مجموعه من الرياضات اللي زعما حشومه ان مدينه مثل مدينه القنيطره يكونوا فيها نوادي بهذا الشكل تيعاني والمعاناه. شنو اللي خص مدينه القنيطره باش الرياضه تزيد القدام؟ وخاص المسؤولين ديالها يفيقوا، راه جلاله الملك هو اول رياضي في هذا البلاد وكيدعم الرياضه، ولكن اقليم القنيطره اقليم اللي هو غني فلاحيا اقتصاديا. دابا راه كاينه لازون، يعني بامكانهم يجيبوا لي سبونسور، يعني كاينه الخدمه، ولكن الناس كيفاش العقليه ديالهم كيفاش كيفكروا؟ انا جوبونس ما كيفكروش للفرقه، كيكون ديزانتيغي بيرسونيل ديال كل واحد، يعني طامع في الفرقه راه عنده بيرسون، يعني انتيغي بيرسونيل، يعني الفرقه شنو تربح ولا شنو اللعابه ديالها، شنو زعما كيفاش كيفاش يعيشوا ولا الظروف ديالهم، هو يسون فو كاريمون. وراه هذا الشيء بان دابا في الفوت، ها هو في الباسكيت، الهوند كتعاني، الفولي حتى هي مساكن حتى هما اكثر منا حتى هما، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمناو يا ربي السيد العامل والسيد رئيس المجلس البلدي يمدوا يديهم لهاد الدراري الشبان، هاد الشباب، راه الشباب اللي واكل العصا، ويتخيلوا بان راه وليداتهم في هاد الفرقه، باش يكون نتمنى يعني زعما في اقرب وقت يتحل هذا المشكل، ونهزوا بهاد المدينه ونردوا ليها العز ديالها اللي كان شحال هذه. وراه فريق كاك باسكيت راه عنده تاريخ كبير، وراه يعني عنده واحد الثقل في هاد المدينه ولا الثقل في المغرب. كما ذكرنا راه اللعابه الكبار ديال ليكيب ناسيونال راه عطاهم النادي القنيطري كره السله، يعني الله يجازيهم بخير، يشوفوا من حال هذا الفريق ويشوفوا من حال هاد الوليدات، والله يدير شي تاويل الخير من عنده. وتنشكروا بزاف الجمهور حلاله بويز على الجمهور في يوم الاحد على الساعه 10 ليلا على المغطاة السكنيه مقابله القمه، تجمع النادي القنيطري امام النادي المكناسي في المقابله الاولى للصعود، مقابله السد الاولى للصعود قسم وطني ممتاز. شنو ممكن تقولي للجمهور القنيطري بهذه المناسبه باش يحضر نهار الاحد لمسانده هاد اللاعبين وهاد الرجالات ديال النادي القنيطري؟ كنقول لهم ما نسمح فيك ما نغيب عليك، اللي هو الشعار ديالهم الرئيسي ديال هذه المدينه. ورا النهار اللي كيجيو يساندوا الفريق ديالهم راه كيخرجوا ناشطين وكيعاونوا الفريق ديالهم، وراه ما نكذبش عليك راه الحمنه كيوقف علينا بدك الهتافات ديالهم والشعارات ديالهم، يعني ولا منتهيه، يعني الماتش كامل هما تبارك الله عليهم ما كيحبسوش. تنطلب منهم يجيو يساندوا الفريق ويعاونوهم ولو معنويا وماديا، هما مساكن باغيين يعاونوا حتى ماديا، الله يجازيهم بخير. راه الدراري مساكن هذا العام العام عام هما كيتعذبوا، ما بغاوش العذاب ديال هذا العام يمشي هباء منثورا. راه هذا الماتش غيكون هو لا كلي ديال البلاي اوف، الا ربحوا الكوديم اللي هي كتحت المرتبه الاولى، راه ان شاء الله راه غادي تكون الرجل ديالهم الاولى غتكون تحطات ان شاء الله في القسم الممتاز، وان شاء الله يعطيو درس لهاد المسؤولين ديال القنيطره، يبينوا لهم بان راه ما كيهضروش هباء منثورا، راه الدراري راه في يديهم، يعني تبارك الله الشغل، وراه الدراري في المستوى ولعابه في المستوى، والمدرب مسكين حتى هو تيتقاتل معاهم، الله يجازيه بخير. وتنشكروهم بزاف حلاله بويز، وتنطلبوا منهم يجيو يساعدونا في هذا الماتش. كلمه للجمهور. بالنسبه للجمهور ديال حلاله بويز، مرحبا بهم، احنا اصلا الدعم ديالهم بالنسبه للدراري كيشجعنا بزاف وكيعجبنا الحال، وحتى الدراري كيتموتيفاو بزاف فاش كيكون داك الجمهور حاضر بقوه. كما قالت الصديقه ديالي ماها، فريمون اللحم ديالنا كيتبورش وكيعطيك واحد كيحرك فيك واحد الطاقه من الداخل ديال انك دير يديك ورجليك باش انك تحقق الفوز وترضي داك الجمهور الرائع. فكملي تابعنا هذا الموسم الجماهير ديال جمعيه ساله المغرب فاسي اتحاد طنجه تيرسموا لها واحد جميله، الوداد الرياضي تيرسموا لها حوايج جديده في قاعه المغطات في المقابلات ديالهم. تنتمنى ان الجمهور النادي القنيطري ينافس هذه الجماهير يوم الاحد ويخلق لنا اجواء رائعه داخل قاعه المغطات السكنيه يوم الاحد على الساعه 10 مساء. شكرا، وان شاء الله تكون نتائج ممتازه السنه القادمه ان شاء الله. شكرا، تبارك الله عليكم.